جبت التحاليل ولا لا؟ ايه جبتهم. شو صار ابني؟ طلع معي شي مشكلة؟ لا تقلقي يا إندو، كل مرض وإله دواء بهاي الأيام. سيدهارت ابني، كن صريح معي، أنا شو طلع معي؟ بغلاوة آرتي تقلي؟ خالتي النتائج بالتحاليل إيجابية. شو يعني؟ يعني خالتي أنت معك مرض عضال، سرطان بالرئة. بس خالتي أنت لا تقلقي، أنا مستحيل أتخلى عنك أبداً. سيد هارت حكى مع الدكتور، إذا أخذت العلاج المناسب رح تتحسني مع الوقت. إيه؟ بس لازم تبلش العلاج فوراً. عمي، في لي عندك طلب، لو سمحتوا لا تخبروا ميتاي بمرضي أبداً. إندو، أنا بتفهم خوفك، بس قديش رح تقدري تضلك مخبية عنا؟ أنا أكيد رح خبرها، بس بالوقت اللي بلاقيه مناسب. ميتاي عم تضل تتعب وتشتغل من لما توفى أبوه، إذا هلأ عرفت بخصوص مرضي وخطورته رح تنقهر كتير. أمي دواكي؟ جدي شو جبتوا التحاليل؟ شو طلع معها؟ أمي منيحة ورح تصيب مو هيك؟ يلا خبروني ليش ساكتين؟ أمي منيحة ما هيك؟ كل الأمور منيحة يا بنتي، ما في شي بخوف. قلنا أنه معها التهاب الرئة، رح تتحسن يا روحي. إيه منيح، معناها صار فيني أخذها ونرجع على بيتنا. في كتير شغلات لازم أعملها هنيك. شكراً يا جدو، أنتوا وقفتوا معي، أنت وكل حدا بعيلتك، خليتونا نعيش معكن هون وعاملتونا بكل طيبة وأخلاق، لهيك شكراً إلكن. ولو عادي، يلا كم مرة قلت لك تنتبهي على حالك بس انتي ما بتسمعي الحكي تبعي. خلص من هلأ ما عاد خليكي تشتغلي شي نهائيا، وإذا ما رح تسمعي مني أنا رح أزعل. بكفي خلص اهدي، شو قصتك حاش تحكي؟ اهدي بنتي واطمني، أنا رح كون منيحة بوعدك. إذا بيصير لها شي لإندو، ميتاي أكيد رح تنكسر. لا تقوليها، أكيد إندو رح تشفى من هالمرض، مع إنه كتير خطير. خالتي أنت مصابة بمرض عضال، سرطان بالرئة. أنا كتير انقهرت وتضايقت. شو بدي أقولك خالتي؟ عمي بصراحة أنا معي شي بخصكن خالتي، وأجيت لحتى رجعوا.
يا اندو كانت مع آرتي، هي ليش معك؟ رح قلكن القصة. إنه آرتي عطتني إياها، كنت مفكرة رح شوفها ورجع ليها، والباقي أنتو بتعرفوا. تفضلي. ما عم تحكي صدق اندو. عمي انا قلت لكم. يا بنتي هاد من ورثة عيلتنا، آرتي ليش لحتى تعطيك اياه؟ طيب ميتاي كانت صغيرة كتير وقت اجت آرتي لعنا، أعطتني آرتي هذا الطوق وطلبت مني إيد ميتاي لسيد هارت. لا 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 تفهموني غلط لو سمحتوا، أنا بعرف إنه نحن وأنتو مو من نفس الطبقة الاجتماعية، ولهيك هلأ جيت رجعه لأنه هو كان لآرتي. ميتاي كانت صغيرة كتير وقت آرتي طلبت مني إيد ميتاي لأبنكم، وقتها نحن ما كنا منعرف وين هالحياة رح تأخذنا. لو كان هلأ أبو ميتاي موجود كانت درست بالجامعة وكملت دراستها، بس هي بعد ما مات أبوها شالت مسؤولية كتير كبيرة ولحالها، وحافظت على الابتسامة المرسومة على وشها. بالآخر هاد لعائلتكم، وكنت العائلة وقت تختاروها هي بس اللي من حقها تاخده.